فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاوز الميقات بدون إحرام فعليه فدية، هل الفدية على التخيير أم لابد من ذبح شاة فقط؟ ذبح شاة فقط، ما فيها تخيير، يذبح شاة، فإذا لم يجد يصوم 10 أيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض النساء تقوم يعني يذبح شاة أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة، السبع يقوم مقام الشاة. نعم.